السنن الرواتب عندنا سنن مرتبة مع الفروض الخمسة. وفرد قيام ولي ثاني سنة لا مش ديخ كنوي. الفجر صلاة الفجر ركعتين. شو عيون لا مزا فجر لا مزا شي ركعت. سنة الفجر ركعتين قبل الفجر. سن ثاني دول سنة تصور حلق ديش دون شي ركعت دون. الظهر أربع ركعات. دل مزا ظهرة ويدي ركعت. من السنة أن نصلي قبل الظهر ركعتين أو أربع ركعات. أخت السنة لا مشا دل مزدين حلق دلي شي ركعتون يدي ركعتون. وبعد الظهر ركعتين. دل مزدين شو ده شي ركعت سنة لا مزدون. المغرب ثلاث ركعات. مغرب ومركز لا مز قرة ركعت. ومن السنة نصلي ركعتين بعد المغرب. سن ثاني دل سنة مركز لا مزدين شو ده شي ركعتون. العشاء أربع ركعات. عشاء حير لا مزا دي ركعت دواي. ومن السنة نصلي ركعتين بعد العشاء. تعطين ثاني دول سنة يشتا بحير لا مزين شو تيح شي ركعت دواي. كذلك عندنا صلاة الوتر أقل عدد صلاة الوتر ثلاث ركعات هذا أقل لكنه كامل مستحب. سيوخا ويتر لا مزا دوحن ويبوس الدنيا ها إذا بيوسان دي أشتا لا مزدو إذا وقر كيزغ دي لحقوش بار معدو إذا قأ ركعات يعني وأقل القليل ركعة واحدة تحق دي لحق تولك إزغ تولك إزغ ديغ تحركة أحتا بترلون السنة أن يوتر قبل أن ينام تحق سنة تعدو يوتر لا مزدر يتحركة أحتي قرى كاحتي لا مزدر دعويجلي صلاة الوتر تبدأ من صلاة العشاء من الانتهاء من صلاة العشاء إلى أذان الفجر تحق أتون خن ما تتون أتويتر لا مزي إذا بحول لا مزدين شلتها عدل شلتها عيول لا مزدقات شلتها تبقى عيول خن يومنتون